وفي قلبي من والاه قبره السلام على الشيب الخضير السلام على الخد التريم السلام على البدن السليم السلام على الثغر المقروع بالقضيب أمجدد الحزن في العشرين صفري ففيه ردت رؤوس الآل للحفري آل النبي التي حلت دماؤهم في دين قوم ضجوا لسفرتهم وابكوا لرجعتهم لا طبت من رجعة كانت ومن سفر وسلهم عن رؤوس الآلهة النشفت دماؤها أم لها تقطير كالمطر وسال أرأس حسين غابر ونقول أم نوره مخجل للشمس والقمر واستحك عن شعرات في كريمتي فديت طلعة ذاك الشيب في الشعر وسل عن اللؤلؤ المكنون في فمي الله تسأل عن أسنان الحسين يا الشاعر لعله بعد قرع غير منتشر لبنات الطهر حين رنت إلى مصارع قتلاهن والحفر سوت زينب رمين بالنفس من فوق النيام على هائل ذعري فتلك تدعو حسينا وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كالمطر
مطري وتلك تندب وجداه وأبتا وتلك تصرخ ويتمى في الصغر يا دافن الراس عند الجثة تحتفظ بالله لا تنثروا تربا على قمري لا تدفن الراس إلا عند مرقدي فإنه روضة الفردوس والزهر بعدش عندك يا زينب قالت وشو على قمري ما أنفى صاحبه معطشا بللوا أحشاء بالقطر لا تخرجوا أسهما إن جسمه نشبات خوفا يفور دما يطمو على بشري بعد معد قال لا تدفن الطن إلا عند والده فإنه لا يطيق اليوت في الصغر لا تدفنوا عنه العباس مبتعدا فالراس من جسمه حتى اليدين بريقوا لحادنا يمر بالغابر سلم على الوالي وننصب له عزية مشتاق إلى زيارة انت بعد مو بالزينب حتى انت مشتاق إلى زيارته قولوا لحادينا يمر بينا على حسين نبغي نزور حسين ونشوف اندفن والله لروي قبر اخويا بدمعة العين يا ريت فوق القبر تحضرني المني نادى العليل مدمعا بالخد مدروع دعم المعانى اليوم يا نعمان معروف عريج بعماتي وخواتي الارض نطفر قلا فلا عصي لك امر ابن الشفي عرج على قبر الشهيد وصار لليا والعابد السجاد من فوق الجمل وزينب تنادي يا عز قبورا خرت على قبره ويتامها سوي نوب تقوم ونوب توقع والدمع سيل يجري على خدها وبس تصيح بالوي وهو وتصيح شوفوا بقى
حسين أني منظرتي جفا لا بقى من غير تجفين واسكن مع ولا ريد هالدنيا الدنيل وقامت على أخوها أبو فاضل تنادي دق عيد يا من قطعوا على جودة أياديه أني ما ظن يا أخوي الشام ترضى نشوف وادي يا كرام ما تاخذ كوم الغيرة علي ألا من مناد وإماما وحسينا يا أبا عبد الله زحفت الملايين إليك دخلوا إلى كربلاء مزلزلين الدنيا بالنياحة والصياح على الحسين وانت بعد اعرف ودك تروح الى كربلاء الاجساد هنا لكن ارواحكم ترفرف على ضريحه مع الزوار الزوار لما دخلوا يقول الشاعر صوت خرج من ضريح ابي الفضل العباس الى ضريح اخيه الحسين ايش عندك ابو فاضل ايش عندك يا قمر عدنان يا اخوي حسين اترجاك رجع لي جفني ابغي اضم الزوار ما عندي جفوفه بعد يا اخوي حسين اترجاك رجع لي جفني وبالراحه يا روح الروح شيل السهام اريد انظر لزواري يا اخوي شلون تمشيني واقضي حاجه المحتاج باذن الواحد الضيق نعمين يا باب الحوائج يا ابو فاضل بعد ايش عندك ويا الحسين يا واذا تقدر الى قبري تشرفني يا نور النور والله زينب لا تجي وياك زينب لا تجي وياك وحق ضل عمك المكسور أخاف تشوفني وتسأل عن وعدي بشهر عاشور وأنا من هم نسكنة يا خويا وش كثر خجلة جاوب أبو علي بس اسكت جواب مؤلم على قلوبكم يقل لأخويا أخويا لا أقدر زحف جيتك بس اعذرني يا عباس سهم عينك سطب قلبي وغيب مني الأنفاس وإذا راسك يا خويا انصاب أنا جفت بلي يا راس من الرض لاصق بصدري رضيعي من ذبح عطشة زينب ما بتجي ابو فاضل ما راح تجينا ليش ابو علي ايش فيها اخت زينب قال واذا خجلان من زينب زينب بعد خجلان سباها الطاغية للشام وغصور دخلها ديوانا وامام عيونها راسي ظلي كسر أسنانا رقي حضنة الراسي وماتت حسرة بالحرمة أحسن الله لكم العزاء أهل المصيبة لما سبيت زينب إلى الشام يقول زين العابدين ربطونا في حبل طويل أوله في عنقي وآخره في كتف عمتي زينب
يقول الرواية وكانت متون زينب مسودة. ليش مسودة؟ يعني الضر كله على زينب. لا يا مؤمن، زينب تشوف الأطفال إذا إجا لعين يريد يضرب طفل بصوته تصير بينه وبين الطفل فتقع السياط على زينب. وإذا رأت امرأة أراد رجس اللعين ضربها مدت يدها فوقع الضرب على زينب. ولذلك تحاجي أخوها مسحوبين بحبل طويل تقول أخويا أخويا الشمر والله ضمني، أخويا الشمر والله ضمني ضربني على متوني وشتمني. فأدخلنا إلى ذلك المجلس، تقول بعض الروايات لما أدخلت النساء قام اللعين وأخذ مقدمة الحال وجرهم بقوة فوقعوا على بعضهم الماء. أيوا ذلا أيوا زينبا. فدارت النساء على مولاتنا زينب صاح أيكن زينب. صعب على قلبك هذه الكلمة، اعذرني فيها. قال أسمعينا صوتك يا ابنة علي. فلم تتحدث زينب، قال الآن أجعلك تتحدثين علي بالصندوق. فجيء له بالصندوق فتناول رأس المولى مقلوبا. وإماما يا صاحب الزمان، يعني قبض على شيباته وأخذ يهز الرأس يمينا وشمالا. زينب هذا رأس ما. ما تكلمت زينب، متى تكلمت زينب؟ عندما أخذ قضيبة، قضيب من حديد، وقام يهشم ثنايا الحسين أمام زينب. أنت تبكي وما شفت الموقف. أنت إيش حال زينب؟ قامت تلطم على رأسها زينب تقول خويا راسك حين شفته بعصا ذاك الوقت راسي لطمته شلت يمينك يا الضربته. كانت عندك أمنية زينب، تمنيت الشي زينب بهذا الموقف؟ قالت بلى يا شيعة. شنو أمنيتك يا مولاتي؟ قالت أنا تمنيت سبع القنطرة عباس موجود والله ويشوفك تحاجيني وتهشم ثنايا حسين بالعود. أحسن الله لكم العزاء. تقول إحدى الروايات لما تكلمت زينب رمى الرأس من يده على الأرض وتناول صوتا ونزل ليضرب الحوراء. تعلق ولده به، أبا أبا لا تضرب هذه المسبية. قال ليش ما أضربها؟ قال أبا عندما رميت الرأس ونزلت لضربها رأيت الرأس وقد دارت عينه إليها. الله يا زينة الشماتة وهو نازل يضربها ايش قال زينب؟ قالت اني لو وقيت محير واصفيج بيدين لا عباس يمرالي ولا حسين.
يضربوني يا والي وتهمل العين وتبقى عبرتي بخدي تكسر. أجركم الله عند ذلك خطبت زينب وخطب زين العابدين فافتضح أمر بني أمية قال يا ابن الحسين والله ما قتلت الحسين أنا وإنما قتله عاملي بالعراق وأنا أرضى بأقل من ذلك ولكن أعوضكم عنه مالا جزيلا. لطمت زينب على وجهها قالت والله لو أعطيتنا أموال الدنيا وكنوزها ما عادلت خنصر الحسين المقطوع. التفت إلى زين العابدين يا ابن الحسين إليك مني ثلاث حاجات أقضيها لك. قال أول حاجة إذا عزمت على قتلي فابعث مع هؤلاء النساء والأطفال رجلا أمينا يرجعهم إلى وطن جدهم. قال لا يرجع النساء إلا أن فقد عفينا عنك. ما حاجتك الثانية؟ قال حاجتي أن تريني رأس أبي الحسين. قال أما رأس أبيك فلن تراه ولن يراك. قال أحسبت بأنه عني بعيدا؟ صاح السجاد السلام عليك يا أبا. وإذ بالصوت من الصندوق وعليك السلام ولدي علي. قال ما حاجتك الثالثة؟ قال أن ترجعوا لنا ما سلب منا. قال أعوضكم بالمال. قال فيها أشياء لا تعوض، فيها مقنعة جدتي فاطمة وثياب حاكتها الزهراء بيدها. فبدأوا يرجعون السائل، أدخلوا الرايات فرأى راية ما سلم منها إلا المقبض. قام ثلاث مرات وجلس. قال لمن هذه الراية؟ ما أصلبه؟ قالوا هذه راية العباس ابن أمير المؤمنين. قال أبيت اللعن يا عباس؟ ما أثبتك على الموت؟ إلى أن جاءوا بثوب مخرق قد جمد عليه الدم. قال لمن هذا الثوب؟ قال زين العابدين هذا ثوب أبي الحسين. حيث أن القوم تركوه عاريا على البوغاء. أحسن الله عزاءكم. جهزت الطعيمة، إجت زينب إلى المحامل شافتها مزينة. قالت نور عيني سجاد لا أركب المحامل حتى تسود. أنا عندي عزيزة، عندي مصيبة، سودوا المحامل، سودوا المحامل، أركبت العائلة. إجت زينب من محمل إلى محمل تشوف النساء الأطفال تتفقدهم وتصيح بأسمائهم. تفقدت المحامل فافتقدت سكينة. بني سكينة أين أنت؟ بحثت عنها طويلة ما وجدتها في المحامل. دخلت إلى الخربة فوجدتها ممتدة على قبر رقية. اسمعها تحكي ويا اختها. اخي رقية قومي قومي نريد نروح الى كربلاء. قومي رقية. شو تقول لاختها؟ تقول من القبر قومي يا اختي يا مدللة، قومي خلنا نروح وادي كربلاء.
قومي خلنا نروح و شبكت عليها زين. قومي يا سكينة وين تقوم رقية أركبتها في المحمل ومشت الضعينة أياما وليالي والضعينة تمشي. أوقف النعمان ركب الحسين التفت إليه زين العابدين نعمان ليش وقفت الضعينة؟ قال سيدي ومولاي هذا مفترق طرق طريق يرجعنا إلى المدينة وطريق يأخذنا إلى كربلاء وأنا تريد سيدي. قال نعمان أمهلني قليلا حتى أرى ما تقول عمتي زينة. أقبل إلى محمل الحوراء لها أنين يقطع القلوب. قال عما عما يا عما بلا نور عيني سجاد. قال عما أوقفنا الضعينة هذا مفترق طرق أي طرق يا نور عيني سجاد؟ قال طريق يرجعنا إلى المدينة. قالت ولمن أرجع للمدينة ومن بقي عني بالمدينة؟ الوحدة ترجع إلى أهلها أني أهلي كلهم في كربلاء. قال عما وهذا طريق يأخذنا إلى كربلاء. قالت علي يا علي قل للدليل الكربلاء يمين. والله قل للدليل الكربلاء يمين أريد عاين هالمجاتل. والله أحكي لأخويا السفر توصيل. سارت الضعينة إلى كربلاء وكان جابر قد وصل إلى أرض كربلاء. نزل الفرات اغتسل واتزر بثوم ولبس الآخر ورمى على جسده شيئا من السحر وأخذ يمشي إلى قبر الحسين. شاف أصحابه يهرولون قال على رسلكم فوالله ما رفعتم قدما ولا وضعتم الأخرى إلا على أجنحة الملائكة. أنتم في بقعة من بقاع الجنة. هنيئا للزوار هنيئا للمشاية إلى الحسين يمشون على أجنحة الملائكة. يقول وصلوا إلى القبر قال عطية عم يا جابر هذه القبور ولا أسماء عليها ولا نعرف أيها قبر الحسين. قال لا عليكم أنا أعرف الحسين وأعرف قبره. جلس على القبور قبرا من بعد قبر يأخذ قبضة من التراب يشمها ويرمي بها على الأرض يروح إلى القبر الآخر إلى أن وصل إلى قبر الحسين. أخذ قبضة من القبر شمها صاح وسيدها وحسينا وأخشي على جابر أفاق من الغشوة تمدد على قبر الحسين وهو يقول حبيب لا يجيب حبيبا وأنا لك والجواب وقد فرق بين رأسك وبدنك وشخبت أوداجك على أثباجك. بينما هم على القبور صاح عطية مولاي جابر هذه سواد من ناحية الشام. قال قوموا إليها وانظروا فإذا كان عين لابن زياد اختبأنا ونجونا بأنفسنا. أقبل عطية مع بعض أصحاب جابر على جادة الطريق مر ركب السبايا صاح الزينب نور عيني سجاد ألم أقل لكم أن تمروا بنا على طريق قليلة
النظارة، خزينا من النظارة. قال عمة لعلك تقصدين هذا الواقف، قالت بلى نور عيني. قال عمة هذا غلام عمنا جابر وقد وصل إلى قبر الحسين. قالت قل له أن يكون لجابر تنحى عن القبور، فلقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. أقبل عطية وفي يده حجر يضرب على صدره. عم يا جابر قوموا واستقبلوا حرم الله وحرم رسوله، هذا زين العابدين. قام جابر التقى بالإمام، تعانق، أخذه الإمام من يده وجال به في كربلاء. جابر هنا ذبح أخي الأكبر، جابر هنا قتل القاسم، جابر هنا حرقت خيامنا، جابر هنا سبيت نساؤنا، جابر جابر. إلى أن وصل إلى موضع اختنق الإمام بعبرته، قال يا جابر سيدي ما الذي جرى هنا؟ والإمام ينحب ويرتعش من المصيبة. الصار أقول لك الصار في هذه الأبيات، يقل لو هنا بسهم طاح الولي عن سرج مهرة، وهنا بسهم طاح الولي عن سرج مهرة، وهنا الشمر من عال داس فوق، والسيف حط برقبته واصبح يهمره حتى انفصل راسه وشال فوق عسه. وأحسن عظم الله لكم الآن، تنحى جابر وأصحابه عن القبور، نزلت العائلة، تفرقت النساء على القبور، كل وحدة على قبر حبيبها. إجا زين العابدين إلى عماته خايف يموتون على القبور، يشوف النساء عماته وأخواته. افتقد عمته زينب، إجا إلى قبر الحسين مو موجودة، إلى قبر الأكبر مو موجودة، راح المشرع مو موجودة زينب. رجع إلى النساء وين عمتي زينب؟ وإذا بالصوت من المحمل، نور عيني أنا على ظهر الناقة. عم يا عم قومي تريدين كربلاء؟ هذه كربلاء. صاح السجاد خذ بيدي عمتك فلقد عمي بصري، أظلمت الدنيا في وجهي، خذ بإيدي يا سجاد تقل على قبورهم دلني، والله دلني أبقضي منهم وداع، ومن القبر للقبر بمشي لو بلقنا. أخذ يد عمته زينب وجاء بها إلى قبر الحسين، ألمسها القبر، قال عم هذا قبر الحبيب، هذا قبر الحسين. أخذت التراب على رأسها صارخة واقا، وحسينا وأخشي على زينب. التفت النساء كلهم على زينب حلقة واحدة، وقعدت على قبر أخوها الحسين. شو تقول إلها؟ شو عندك يا زينب؟ قالت خويا أخبرك راح لحجاب، خويا أخبرك راح لحجاب، وبتنا بخرابة فوق التراب. ويا جيتك وجبت الراس وياي من السبي وجالت بيك،
سلواي جيتك يا خويا داهل الراي امشي واتعثر بممشى واذا بصوت زين العابدين من خلف عماته عم زينب تنحوا عن القبر خليني اتزود من اخويا يا سجاد قال عم اريد ان ارجع الراس الى البدن وما اريد خواتي وعماتي ينظرون الى هذا المولى هذا المشهد ابعدتهم زينب عن القبر نزل زين العابدين بالراس الشريف الى الجسد واذا يسمع نشيج من فوق القبر انين يقطع القلوب رفع راسه عمه شو تسوين يا زينب قالت سامحني سامحني يا سجاد بس اكو حرمة ما شافت قبر حبيبها كل النساء توزعوا على القبور وتزودوا من احبتهم بالبكاء لكن هذه ما شافت قبر حبيبها هذه الابيات اهديها الى اخواتي وامهاتي اللي يسمعون قال لها من هذه يا عم قالت هذه الرمى دورت قبر صغير ما شافته يا سجاد قال عم قولي لها إن رضيعها على صدر الحسين ش قالت بلسان الحال تقل لا تعال بحضني يا ولادي أني أمك المفجوعة وبالراحة على الوالد تراه مكسر ضلوعه أري من عاشر فادي عليكم ما سكن روعه عزيز انت وعز منك سبط المصطفى العدنى جاوبها جاوبها خلينا نروح الى جواب الرضيع واوديك الى ابو فاضل واسالك الدعاء قالها يا يما ابويا حسين صعب عيونك تنظره لان الخيل ما بقت اليه ضلوع بالمره واذا تحبين يا يما خليني على صدره ترى فراقه بيذبحني اشد من ذبحتي عطشه أودع الرأس إلى الجسد التفتت إليه زينب نور عيني سجاد وين وديت أبو فاضل ما أشوف إلى قبر وين كافري قال قومي يا عم أخذها إلى المجرعة أجلسها على قبر العباس قال عم هذا قبر الكفير قالت هذا قبر أبو فاضل هذا قبر أخوي هذا اللي جابني من المدينة ضارب على صدره اسمع ابو فاضل قل له خليني اسالف خويا خليني اكو موقف يا خويا لهسه ما ذيني اجا واحد يا خويا وسطرني عيني وصارت عين زينب مثل عين امها أسالف لك يا أخويا لا بعد كافي شوف الصوت والسوى على كتافي يلا بيت الدعاء حمك الله أبو يوسف شلون يوصف حالة زينب ورجعتها بالرؤوس إلى كربلاء يقول وصلناكم يا أبو فاضل ولا جيتم وهاي الروس جبناها ومنكم نطلب العون وراس حسين سمحولي تراه مكسر سنو وطشت الذهب كسرها يا
نازلين بكربلا هل عندكم خبر لقتلانا وما أعلامها؟ يا الله يا الله إلى ابن الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وتسعة المعصومين البنين، فرج عنا فرجا عاجلا يا الله، اشف كل مريض،